وصل فريق ميس الورد على عالم الدومينو وقدر يطلع بمجموعة ألعاب. خلينا نحكي لكم عنهم. بداية رح نبدأ بدومينوز برو اللي أغلبكم جربها وعليها أكثر من 10 مليون يوزرز، ومنقدر نلعبها ونتنافس مع أصدقائنا أونلاين بكل زمان ومكان وبسهولة. وبننتقل على دومينوز عربي اللي حبينا يكون فيها طابع عربي وموسيقى عربية بتخليك تتفاعل مع الجيم بكل حجر عم ترميه. وهلأ صار وقت ندخل على عالم كرة القدم بدومينوز سترايكر اللي من خلالها بتقدر تختار الفريق اللي بدك إياه وتتنافس مع الـ AI. وأكيد بدنا نعيشكم شعور التحدي مع دومينوز إنفينيت اللي من خلالها بيكون في مراحل لازم تجتازها، وعشان تجتاز هاي المراحل لازم تفوز 10 مرات، وما لازم تنسى إنه معك بس 3 أرواح لحتى تقدر تنتقل لباقي المراحل. وطبعاً عنا دومينوز تورنمنت اللي بتوفر طريقة لعب الأول فايفز اللي معروفة كمان بالباجنز. وعشان تكسب نقاط لازم يكون مجموع حجار الدومينو من المضاعفات 5، وبهاي الطريقة بتعيش أجواء التحدي وبتختبر سرعتك بالحساب. وأخيراً ما نسيت ميس الورد الصغار، فعملنا دومينوز أوتبودز ودومينوز كيتس. دومينوز كيتس بيقدروا الأطفال من خلالها يتعلموا الدومينو وبنفس الوقت يتفاعلوا مع أشكال الحيوانات. أما بالنسبة لدومينوز أوتبودز، أكيد كلنا بنعرف هذا الكرتون، فمن خلال هاي الجيم بيقدر الطفل يتفاعل مع شخصيات هذا الكرتون. حمل مجموعة دومينوز من ميس الورد الآن.